وداعا للعمى، أستراليا تختبر عينا إلكترونية بمزايا خارقة. قال باحثون إن أولى التجارب السريرية البشرية التي تنطوي على عين إلكترونية ستبدأ في أستراليا. وكشف فريق البحث في جامعة موناش أن الجهاز الثوري الذي يتضمن نظارات مزودة بكاميرا فيديو ولوحات كهربائية مصغرة مزروعة في الدماغ ظل قيد العمل على مدار العقد الماضي، وهو الآن جاهز للاختبار على المرضى البشر. وتهدف التكنولوجيا إلى استعادة الإدراك البصري لأولئك الذين فقدوا الرؤية من خلال توفير التحفيز الكهربائي للقشرة البصرية، وهي منطقة من الدماغ تستقبل المعلومات المرئية وتدمجها وتعالجها، كما قال مدير المشروع آرثور لوري في إصدار حديث. وأضاف البروفيسور لوري: يخلق تصميمنا نمطا مرئيا من مجموعات تصل إلى 172 نقطة ضوئية فوسفين، والتي توفر معلومات للفرد للتنقل في البيئات الداخلية والخارجية والتعرف على وجود الأشخاص والأشياء من حولهم. ولاحظ الباحثون أن العديد من الأشخاص مكفوفون بسبب تلف الأعصاب البصرية والتي لا تسمح لشبكية عيونهم بنقل المعلومات إلى مركز الرؤية في الدماغ. وقالوا إن العين الإلكترونية تحل هذه المشكلة وتشتمل أغطية الرأس المعقدة الخاصة بها على كاميرا فيديو وجهاز إرسال لاسلكي يرسل الصور إلى وحدة معالج بحجم الهاتف الذكي تقريبا، وتنقل البيانات التي جمعت بواسطة المعالج إلى الرقاقة والتي تبلغ مساحتها نحو ثلث بوصة مربعة وتزرع في دماغ المريض. وتحول الرقاقات البيانات إلى نبضات كهربائية تحفز الدماغ باستخدام أقطاب كهربائية دقيقة رقيقة لإنتاج صور يمكن للمريض رؤيتها. وقال الباحثون إن الاختبارات السابقة التي أجريت على العين الإلكترونية على الأغنام كانت ناجحة، وستجرى الاختبارات البشرية في ميلبورن. يقول خبراء إن عينا إلكترونية صناعية برمجية مطورة يمكن أن تبصر النور في غضون 5 سنوات فقط، وكشفوا أن أول مقلة عين اصطناعية ثلاثية الأبعاد في العالم قادرة على تحقيق رؤية أكثر وضوحا من العين البشرية الحقيقية. ويجري تحويل الصور عبرها من خلال أجهزة استشعار صغيرة تعكس خلايا المستقبلات الضوئية التي تكشف الضوء، وتتموضع المستشعرات في غشاء من الألمنيوم والتنجستن على شكل نصف كروي محاكي لشبكية العين. وتشبه العين الكهروكيميائية التي تحمل اسم UCI الكمبيوتر الفائق في فيلم الخيال العلمي سنة 1968. وقال البروفيسور زيونغ فان من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا إنه تم التخطيط للتجارب على الحيوانات وكذلك الاختبارات السريرية. وأضاف: عيننا التي تحاكي الحالة الحيوية لها حجم مشابه للعين البشرية، يزيد قطرها قليلا عن 2 سنتيمتر، ويمكن استخدامها لمساعدة المكفوفون أو ضعاف البصر، ويمكن أن تؤدي إلى تطوير عين إلكترونية كاملة. ونأمل في تحسين إنجازنا بشكل أكبر من حيث التوافق الحيوي والاستقرار والأداء، كما أعتقد أنه إذا سار كل شيء على ما يرام فربما ستصبح التكنولوجيا عملية خلال 5 سنوات. ما هو العمى؟ العمى هو حالة من فقد الإدراك البصري تعزى لعوامل فيزيولوجية أو عصبية. تم تطوير عدة مقاييس لوصف مدى فقدان الرؤية والعمى. العمى الكلي هو غياب كامل للإدراك الحسي للضوء المرئي، ويتم تعريفه طبيا بـ NLP، وهو اختصار لعدم الإدراك الحسي للضوء، ويسمى الذي يعاني من العمى من متحدي الإعاقة كفيفا. يعتقد بعض الباحثين أن العمى قد يؤثر إيجابيا في القدرة السمعية، بحيث تصبح حاسة السمع أكثر دقة في تمييز الأصوات والنغمات الموسيقية. هذا الأمر يتجلى بوضوح عند الحيوانات كفئران التجارب، أما عند الإنسان فدراسة اختلاف قوة حاسة السمع نتيجة فقدان البصر قد لا يكون واضحا. هو أن الكفيف ذلك الشخص الذي لا تزيد حدة إبصاره عن 20 من 200 قدم في أحسن العينين، وحتى باستعمال النظارة الطبية، وأولئك الأشخاص الذين لديهم ضيق في مدى الرؤية، أو أي أن المجال البصري لا يزيد عن 20. وهناك نسبة ضئيلة من المكفوفين نظاما لا يرون شيئا وليس لديهم قدرة على الإبصار، حيث أن لدى معظمهم درجات من الإبصار وقدرة على الإبصار.